السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، سوف نتابع في هذا الدرس البحث السابق، وهو الصفات المرتبطة بالجنس عند الإنسان، كما سندرس أيضا الصفات المتأثرة بالجنس والصفات المحددة بالجنس، وسيتم المقارنة طبعا بين الأنواع الثلاثة والتمييز بينهم. درسنا في الدرس السابق صفتين مرتبطتين في الجنس. اليوم ثالثا الصفات المرتبطة بالجنس السائدة، مثال عليها مرض الكساح أو ما يسمى بوهن وضعف العظام. أبنائي الطلاب، سندرس في هذا الدرس متابعة لما أخذناه في الدرس السابق، وهو المثال الثالث، لكن هنا الوراثة مرتبطة بالجنس لكنها صفة سائدة، بينما كانت في المثالين السابقين كانت متنحية. الصفة التي سندرسها هي صفة أو مرض الكساح أو وهن أو ضعف العظام. هذا المرض سببه وراثي، مسؤول عنه أو مسؤول عنه جين سائد نرمز له بـ XY، محمول على الصبغة الجنسي X، لذلك هو مرتبط بالجنس. أما الأليل المتنحي فنرمز له بـ XY. المصابون بهذا المرض يكون لديهم نقص أو انخفاض في مستوى الفوسفور في مصل الدم، هي صفة أو عرض من أعراض هذا المرض. لا يعالج هذا المرض بفيتامين د لأنه يقاوم هذا الفيتامين طبعا، وهذا يختلف عن مرض آخر يسمى أيضا الكساح، يصيب الأطفال، سببه نقص في الفيتامين د بسبب التغذية أو بسبب عدم التعرض لأشعة الشمس. المرض الكساح الذي يصيب الأطفال ليس وراثيا، إنما بسبب نقص في جسم الطفل نتيجة التغذية أو عدم التعرض للشمس. أما هذا المرض فهو مرض وراثي. يوجد لدينا مثال سنأخذه. هذا المثال مثال تطبيقي، امرأة مصابة بالكساح، كانت والدتها مصابة لكن والدها غير مصاب. طالما هي الأم مصابة أخذت الأليل المسؤول عن الإصابة بالمرض من الأم، الوالد غير مصاب، هذا يعني أن الأليل الثاني سليم، لذلك ستكون الأم هجينة. انتبهوا أولئي وأعزائي الطلاب لنص المسألة، الجواب دائما في نص المسألة. الأم مصابة، إذا إكس دال كبيري جاء من الأم. الوالد غير مصاب، معناها جاء من الأب، جاء الأليل السليم. تزوجت من رجل غير مصاب أيضا، إذا أليله عنده أليل واحد فقط، إكس هو دي صغير غير مصاب، فأنجبت أربعة أولاد. ليس كل الأولاد مصابين، طالما ليس جميع الأولاد مصابين فهذا يعني أن الأم هجينة، أيضا مؤشر على أن الأم هجينة. ما هي الطرز الوراثية لهذه العائلة؟ الاستنتاج، بما أن الذرية ضروري نكتب الاستنتاج، عندما نطلب الاستنتاج نكتب الاستنتاج ثم نحل لماذا استنتجنا هذا، وصلنا لهذه النتيجة. بما أن الذرية بعضهم مصابين والبعض الآخر أصحاء، إذن الأم هجينة في جين المرض، وذلك لأنها لو كانت نقية فإن كافة الأولاد سيكونون مصابين. ما هو الطراز الوراثي للأب وللأم؟ كما ذكرت الطراز الوراثي
الأب هو إكس دي صغير واي، الأم إكس دي كبيرة إكس دي صغير. هجينة، لماذا هجينة؟ لأن بعض الأولاد ذكر سليم وأنثى سليمة. طالما ظهر لدينا بعض الأولاد سليمين فهذا يعني أن الأم هجينة. عندما طبعا احتمالات الأمشاج، ما هي احتمالات الأمشاج لكل من الرجل وللأنثى؟ للرجل إما إكس دي صغيرة أمشاجه يعطي نوعين، أو 50% لكل نوع احتمال، والواي لتحديد فقط هل هو ذكر، لتحديد الذكورة فقط لا يحمل أي جين. أما الأنثى فتعطي نوعين أيضا من الأمشاج، إما تحمل الأليل دي كبيرة وهو المسؤول عن المرض، أو دي صغيرة المسؤول عن عدم ظهور المرض. عندما تلتقي الواي مع الإكس من الأنثى فيظهر طبعا إكس دي صغيرة فيكون لدينا ذكر سليم، أما عندما يلتقي مع حاملة المرض فيظهر لدينا ذكر مصاب. الآن الإكس السليمة مع الإكس السليمة من الأب ومن الأم تكون لدينا أنثى سليمة، أما الإكس الأليل الذي يحمل الصفة السليم من الأب مع صفة المرض من الأم فتظهر أنثى مصاب. هذه هي الاحتمالات التي يمكن الحصول عليها عند تزاوج هذين الفردين. ما سبب أو من المسؤول عن مرض الكساح الوراثي وما هي أعراضه؟ سبب المرض جين سائد مرتبط بالجنس محمول على الصبغة الجنسي X، نرمز له ب X ده. أعراض المرض وهن وضعف في العظام، ولا يمكن معالجة هذا الوهن بفيتامين د، انخفاض في مستوى الفوسفور في مصل الدم بهذا المصل. لماذا لا يمكن معالجته؟ لأن يعني معالجة هذا المرض لأنه يقاوم الفيتامين د. عرف المرض أبنائي الطلاب، يجب أن ننتبه هناك أربع نقاط تقريبا في هذا التعريف. أولا يجب أن نقول أنه مرض وراثي، أعراضه انخفاض في مستوى الفوسفور في المصل وبالتالي ظهور الضعف والوهن في العظام، لا يمكن معالجته بفيتامين د الكساح العادي الذي يصيب الأطفال بسبب مقاومة هذه المورثة أو هذا الأليل لهذا الفيتامين، مرتبط بالجنس والأليل سائد يرمز له ب إكس دي كبير. ما نوع المورثة سائدة أم متنحية، وما نوع الوراثة في الكساح الوراثي؟ طبعا المورثة سائدة هنا ونوع الوراثة هي مرتبطة بالجنس محمولة على الصبغة الجنسي X، نرمز له ب X كبير. عند حل مسائل صفة مرض الكساح الوراثي في الإنسان يجب الانتباه لما يلي. هذه الصفة صفة مرتبطة بالجنس طبعا، وهي مورثة سائدة محمولة على الصبغة الجنسي X. نوع الوراثة توريث تصالي. الصفة المسؤولة عنها صفة سائدة أو مورثة سائدة. عندما يذكر في السؤال أن أحد الذكور الناتجة مصاب والآخر سليم، هذا يعني أن الأم هجينة. عندما يذكر في السؤال أن بعض الإناث الناتجة، بعض الإناث وليس كلها، مصابة بالكساح الوراثي، إذن الأب سيكون سليم، أما الأم فتكون هجينة. عندما يذكر في السؤال أن جميع الذكور الناتجة مصابة، فهذا يعني أن الأم مصابة. مسائل مهمة ووزارية أيضا، كما نرى هذه المسائل لا يأتي صفة الكساح أحيانا كمرض مفرد، إنما ممكن أن يأتي مع الزمر الدموية كما في المسألة الأولى
لننتبه لحل هذه المسائل بشكل جيد. الصفات المتأثرة بالجنس. الصفات المتأثرة بالجنس، ما هي الصفات المتأثرة بالجنس؟ الصفات المتأثرة بالجنس هي صفات يكون المسؤول عنها أليل محمول على كروموزوم جسمي. انتبهوا، وهذا الفرق بينها وبين الصفات المرتبطة بالجنس. هنا محمولة على كروموزوم جسمي. أما النمط الظاهري لهذه الصفات فهي مرتبطة بجنس الفرد. يعني مثلا صفة الصلع عند الإنسان، النمط أو الطراز المورثي بكبيري بكبيري وبكبيري بصغيري يؤدي لظهور هذه الصفة، صفة الصلع. الصفة سائدة يقابلها صفة متنحية وهي الباء الصغيري. الباء الصغيري عندما يكون الذكر من الطراز باء صغيري بصغيري يكون سليما. أما عند الإناث ففقط الطراز باء كبيري باء كبيري يعطي إناث صلع، لكن بعد بفترة متأخرة بعد سن اليأس، يعني بعد فترة متأخرة من العمر يظهر الصلع. السبب لماذا الإناث مختلفة عن الذكور؟ بسبب وجود الهرمون الذكري عند الذكور، هو الذي يؤثر على هذه الصفة، لذلك سمينا هذه الصفة صفة متأثرة بالجنس. الطرز الوراثية والمظهرية لكل من الرجل والإناث والمرأة نجده في هذا الجدول. الأصلع كما ذكرت له طرازين وراثيين، هما باء كبيرة باء كبيرة وباء كبيرة باء صغير. أما المرأة الصلعاء فلها طراز واحد هو باء كبيرة باء. الطراز الذي يوجد اختلاف بين الذكر والأنثى هو في حالة الأليلات المتخالفة. باء كبيرة باء صغيرة تكون هنا باء الصلع، يعني المسؤولة عن الصلع، الباء كبيرة سائدة على الأليل الآخر، بينما عند الأنثى يكون بالعكس، السائد هو الطبيعي، هي المورثة الطبيعي، لذلك تظهر الأنثى طبيعية في هذه الحالة. لكن هذه الأنثى ستورث الصلع إلى أولادها، لذلك هي حاملة للمورث. أما الحالي عندما يكون الطراز الوراثي باء صغيرة باء صغيرة في الفردين وفي الجنسين الذكر والأنثى يكون الشعر طويل. هذه الصفة أو هذه الصفات المتأثرة بالجنس موجودة أيضا عند الدجاج بصفة شكل الريش والقرون في الأغنام ولون الشعر في ماشية الإيرشاير، يعني هي نوع من أنواع الأبقار، حيث توجد سلالتان أحدهما حمراء والأخرى مبقعة بأسود وأبيض، وهذا الطراز الأخير الأسود والأبيض يكون أكثر شيوعا في الذكور. عرف الصفات المتأثرة بالجنس أو ما المقصود بالوراثة المتأثرة بالجنس وأعطي مثال. الصفات هي التي يتوقف التعبير المظهري فيها على جنس الفرد. فالهجين يعبر عن طراز مظهري في الجنس ويعبر عن الطراز البديل في الجنس الآخر، كما في صفة الصلع يتحكم بها الصفة بهذه الصفة مورثة باء موجودة على كروموزوم جسمي، يسود على باء صغيرة في الذكر فيسبب الصلع
ب كبيره ب كبيره وايضا ب كبيره ب صغيره يعطي نفس النمط النظري. اذا يسود الباء كبيره على الباء صغيره، لكن عند الاناث فقط الذي يكون مسؤول عن ظهور هذه الصفه هو النمط او الطراز الوراثي ب كبيره ب كبيره، فيكون متنحي في الاناث ولا يظهر الصلع عندما يكون في حاله متخالف الإناث يعني باء كبيرة الأصل. ما هي الطرز الوراثية والمظهرية لصفة الصلع في الإنسان؟ هذه هي الطرز كما ذكرنا قبل قليل في الشرح. حدد الصفات المتأثرة بالجنس في الحيوان. توجد هذه الصفات المتأثرة بالجنس والمسؤولة عن طول وشكل الريش مثلا في الدجاج، صفة تكوين القرون في الأغنام، صفة لون الشعر في ماشية الإيرشاير، توجد سلالة حمراء الشعر والأخرى مبقعة أسود وأبيض كما نرى في الصورة، والطراز الأخير أكثر شيوعا وهو في الذكور وهو اللون الأبيض والأسود مبقع في كما نرى في الصورة. اكتب الطراز الوراثي لما يأتي، يعني هكذا يأتي صيغة السؤال. مثلا رجل أصلع، طرازه الوراثي أبناء الطلاب هو XY بكبيري بكبيري و XY بكبير بزيد. لماذا؟ ما علاقة الكروموزومات الجنسية في هذا الجواب؟ ليس لها أي علاقة كمسؤولة عن الصفة، لكن نكتبها حتى نقول أن هذا الفرد هو ذكر، فيجب أن نكتب الكروموزومات الجنسية، أو يمكن أن نكتب إشارة الذكر كما تعلمناها سابقا. ما المقصود بالوراثة المتأثرة بالجنس؟ وأعطي مثال. كما ذكرنا سابقا هي الصفات التي يتوقف التعبير المظهري على جنس الفرد، لجنس الفرد فالهجين، ويظهر هذا الكلام في حالة متخالف الأليلات. فالهجين يعبر عن طراز مظهري في جنس، ويعبر عن الطراز البديل في جنس الآخر، يعني يكون سائد في جنس ويكون متنحي في الجنس المقابل كما في صفة الصلع عند الإنسان. حدد نوع الصفة مع كتابة الطراز الوراثي. امرأة صلعاء، نوع الصفة صفة متأثرة بالجنس، الطراز XX ب كبيرة ب كبيرة، وكما ذكرت قبل قليل XX يعني أنثى، وب كبيرة ب كبيرة هي الصفة المسؤولة عن ظهور صفة الصلع وهي صفة متأثرة بالجنس، أو نكتب ب كبيرة ب كبيرة وإشارة الأنثى كما تعلمناها في بداية دروس علم الوراثة. علل الرجل أصلع إذا كان طرازه الوراثي ب كبيرة ب صغيرة، ونفس الطراز يكون عند المرأة لا تكون صلعاء. أو قد يأتي السؤال بشكل آخر، علل يصاب الرجال بالصلع أكثر من النساء. نقول لأن هذه الصفة تعتمد على تركيز الهرمون الذكري الذي يوجد في الذكور وينعدم وجوده عند الإناث. عند حل مسائل صفة الصلع يعني الصفة المتأثرة بالجنس في الإنسان، يجب الانتباه لما يلي. صفة الصلع هي صفة متأثرة بالجنس، وهي محمولة على كروموزوم جسمي. إذا كان الأبوين طبيعي الشعر وظهر طفل أصلع، فهذا يعني أن الأب ذو طراز جيني بصغيري، أما الأم فهي حاملة، فهي متخالفة الأليلات ب كبيرة ب صغيرة.
أما إذا ظهر في الناتج طفل غير أصلع طبيعي وآخر أصلع وكان الأب طبيعي، فهذا يعني أيضا أن الأم طبيعية لكنها حاملة للمرض. إذا ظهر في الناتج طفل غير أصلع طبيعي الشعر يعني وآخر أصلع وكان الأب أصلع، في هذه الحالة هناك احتمالان للنمط الوراثي للأم، وقد تكون حامل للمرض وقد تكون طبيعي. مسائل وزارية مهمة عن الصلع، بعض المسائل مثلا في المسألة الأولى، أسرة مكونة من الوالدين طفل وطفلة، كان الطفل الوحيد في الأسرة أصلع والطفلة مصابة بعمى الألوان، فهنا إذا يجب أن ننتبه الصفة الأولى متأثرة بالجنس بينما الصفة الثانية مرتبطة بالجنس، فيجب أن تحمل الكروموزومات على كروموزومات جنسية في صفة عمى الألوان. يجب أن ننتبه لهذه الملاحظات أثناء حل هذه المسائل. الصفات المحددة بالجنس، وجدنا أبنائي الطلاب أن الصفات المرتبطة بالجنس كانت أكثر ظهوراً في الذكور، لكن الآن سنأخذ أيضاً صفات محددة بالجنس، يعني يوجد عوامل أخرى أيضاً بمقدورها التأثير على التعبير الجيني حسب الجنس ذكر أم أنثى وبصورة مختلفة. مثال الصفات المحددة بالجنس، فمثلاً يوجد جين، هذا الجين يؤثر على تركيب ووظيفة الجسم، ويوجد في الذكور فقط أو هنا يوجد في الإناث فقط. يعني مثلا هذا الجين قد يقع على كروموزوم جسمي وقد يكون موجود مرتبط بالجنس، يعني محمول على الكروموزوم الجنسي. ويعتبر فهم التوريث المحدد بالجنس مهم للمختصين بتربية الحيوانات. لماذا؟ لأنه مثلا عملية إنتاج الحليب في الماشية تؤثر على جنس واحد فقط وهو الإناث، لكن هذه الصفات أو هذه الجينات تأتي من كلا الفردين. من الأمثلة على الصفات المحددة بالجنس صفة الصوت الخشن ونمو اللحية في الذكور وصوت الناعم في الإناث وحجم الثدي في الإناث. هذه الصفات كل واحدة خاصة بجنس معين، يعني صوت الخشن ونمو اللحية في الذكور حصرا والصوت الناعم ونمو الثدي في الإناث. أيضا الارتفاع المفاجئ في ضغط الدم عند اقتراب موعد الولادة والإنجاب لبعض الحوامل من الإناث. في الأنثى لا يحدث فيها نمو مثلا للحية بصورة عامة، قد يكون هناك استثناء، لكن بصورة عامة لا تنمو اللحية عند النساء، والسبب هو عدم استطاعتها على إفراز الهرمونات اللازمة لنمو الشعر في الوجه. عرف الصفات المحددة بالجنس. سؤال وارد أن يأتي مثلا في الامتحان الوزاري أبنائي الطلاب. الجواب هي عبارة عن صفات تعود أو ترجع لجين يؤثر على تركيب أو وظيفة الجسم في الذكور وقد يكون في الإناث.
قد يقع على كروموزوم جسمي وقد يقع على أو يحمل على كروموزوم جنسي. مثال صفة الصوت في الإنسان، إن كانت صفة الصوت الخشن في الذكور أو الناعم في الإناث. سؤال آخر، بماذا تمتاز الصفات المحددة للجنس عن الصفات الأخرى؟ وقد ورد هذا السؤال بشكل آخر، اكتب عن الصفات المحددة أو عن الوراثة المحددة في الجنس. الجواب، الجينات المتنحية المرتبطة بالجنس تكون في الذكور أكثر منها في الإناث. توجد عوامل أخرى بمقدورها التأثير على تعبير الجين تبعا للجنس ذكر أم أنثى وبصورة مختلفة. الصفة المحددة بالجنس ترجع لجين يؤثر على تركيب أو وظيفة الجسم توجد في الذكور والإناث. قد تقع هذه الجينات على كروموزوم جسمي أو على كروموزوم جنسي. فهم التوريث المحدد بالجنس مهم للمختصين بتربية الحيوانات. ونعطي مثال على صفات محددة بالجنس، إنتاج الحليب في الماشية مثلا تؤثر على جنس واحد فقط، لكن أي من الأبوين باستطاعته نقل الجينات المسيطرة على هذه الصفات هو المهم. في الإنسان أمثلة للصفات المحددة بالجنس: صوت، نمو اللحية، حجم الثدي، ارتفاع الضغط المفاجئ عند اقتراب موعد الإنجاب بالنسبة لبعض الحوامل. هذه الميزات أو بماذا تتميز به الصفات المحددة بالجنس. علل، لا يحدث في الإناث نمو اللحية كما قلنا، يعني سؤال مكرر، بسبب عدم استطاعتها إفراز الهرمون أو الهرمونات اللازمين لنمو شعر الوجه. املاء الفراغات التالية: صفة الصوت في الإنسان محددة بالجنس وليست مرتبطة بالجنس، وليست مرتبطة به، يعني وليست مرتبطة بالجنس. سؤال آخر، علل صفة الصوت في الإنسان محددة بالجنس، الصوت الخشن في الذكر صفة محددة بالجنس. نفس تقريبا سؤال مكرر، الجواب ترجع أو يعود هذا الكلام لجين يؤثر على تركيب أو وظيفة الجسم توجد في الذكور فقط أو في الإناث فقط. إن مثل هذه الجينات قد يقع على كروموزوم جسمي أو مرتبط بالجنس، وأن هذه الصفة تتأثر بإفراز الهرمونات الجنسية في الذكور فقط. في الذكور فقط. قارن بين كل من الصفات المرتبطة بالجنس والصفات المحددة بالجنس والصفات المتأثرة بالجنس. قد يكون المقارنة مثلا بين الصفات المرتبطة بالجنس والصفات المحددة بالجنس، أو الصفات المرتبطة بالجنس والصفات المتأثرة بالجنس، وهكذا. يعني يجب أن نجري المقارنة بين الأنواع الثلاثة، وبالامتحان قد يأتي اثنتان فقط أو يأتي الثلاث مع أنه أقل احتمالا. دمتم برعاية الله أعزائي الطلاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.